في حديثنا عن غزوة بدر الكبرى وصلنا إلى أن الله تعالى قد أعان المسلمين وانكشف المشركون وتراجعوا وتقاصروا إلى الوراء، وكان من جراء ذلك أن نظر زعيمهم أبو جهل زعيم المشركين فقال لهم: أيها الناس، لا يضرنكم قتل عتبة وشيبة وغيرهم، فإنهم قد عجلوا، لا يضرنكم خذلان سراقة بن مالك. وقد ذكرنا أن سراقة في صورة سراقة، وإنما هو الشيطان جاء على صورة هذا الإنسان، ولكن خذوا المسلمين أخذا، أي اقتلوهم قتلا شديدا. هذا الكلام قاله أبو جهل في وقت لم يكن ينفع معه الكلام، كان المسلمون قد بدأوا هجماتهم المضادة، والمشركون قد بدأوا بالتراجع والتقهقر والانكفاء على وجوههم. وكان أبو جهل قد أحاط نفسه ومعه ثلة من المشركين بسياج كبير ممن يدافعون عنه من أمثاله ومن أتباعه، ولكن هذا السياج لم ينفع. أخرج الإمام البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا يوم بدر بأرض المعركة إذ اكتنفني رجلان شابان صغيران، اكتنفني يعني أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله، فابتدرني أولهما فقال: يا عم، أين أبو جهل؟ وجاء الثاني فقال: أين أبو جهل؟ فقلت لأولهما: وما تريد منه؟ إيش بدك منه؟ قال: ليش ما بيعرفوا؟ لا، هذان الشابان من الأنصار، والأنصار سكان المدينة، أسلموا في المدينة المنورة فلا يعرفون شأن ما كان قبل الهجرة. قال: ما تريد به؟ قال: بلغني أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، والله لا تفارق هامتي هامته حتى يموت الأعجل منا. إيش هذا الإيمان المتقد يا أيها الأكارم في قلب هذا الشاب المؤمن؟ بلغه أن رجلا كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يطق صبرا أن يحتمل سماع قصة رجل كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. قال: وقال لي من بجانب الآخر مثل قوله. فمر أبو جهل من بعيد فقلت: ذاك هذا الذي تريده. قال: فانطلقا إليه كأنهما الليثان الشبلان. قال: فاكتنفاه فضربه الأول. الأول يدعى معاذ بن عمرو ابن الجموح، والده صحابي جليل قد نأتي على قصته. الأول معاذ بن عمرو بن الجموح، والثاني معوذ بن عفراء، هذان الشابان. يقول معاذ بن عمرو بن الجموح: قال: فتقدمت إليه فضربته ضربة أسخنته، وأحاط بي من كان حوله فضربوني على يدي فقطعوها فتعلقت يدي بجلدة من جسدي، يعني إيده ارتخت بعد ما قطعت لكنها لا تسقط إلى الأرض. قال: فمنعتني عن القتال فوضعتها فوضعت رجلي عليها حتى قطعتها ثم تابعت القتال. الله أكبر. أعود فأقول: إيش هذا الإيمان يا أيها الناس؟ بالله عليكم، وكلما قلت مثل هذا الكلام أقول أيضا: فليتق الله إنسان في مثل زماننا يدعي ويزعم أنه من أحسن الناس، ثم بعد ذلك إذا تعرض لشيء من البلاء لم يستطع لا قلبه ولا عقله التحمل، ثم اعترض على قدر الله. الرجل يريد متابعة القتال، لا يريد التوقف، يده تمنعه، صارت جلدة مقطوعة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فوضع رجله عليها فأزال اليد منه ثم تابع. قالوا: الدم. وضع شيئا لكي يقطع نزيف دمه ثم تابع القتال. قال: ثم جاءه معوذ بن عفراء صديقه
فضربه أي أبا جهل حتى أثخنه. الإثخان يعني أن تأتي الجراح منه على مقتله، فوقع في الأرض. فلما كانت أواخر الغزوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من حوله: أيكم ينظر ما صنع أبو جهل؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا يا نبي الله. فانطلق عبد الله بن مسعود لينظر ما صنع أبو جهل، فإذا به مجندلا على الأرض صريعا، فاقترب منه لينظر إليه، فإذا به رمق لا يزال حيا، فحركه فتحرك. فأخذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيفه يريد أن يضرب عنقه، ففتح أبو جهل عينيه ونظر إلى عبد الله بن مسعود، فلما رآه عبد الله قال له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: ولم أخزاني؟ أأعمد من رجل قتلتموه؟ يعني أكثر الرجال مات، وين الخزي يعني؟ الرجل وصل إلى مرحلة شيطانية يقارب فيها إبليس. إبليس في المعركة قال: إني أخاف الله، البارحة قلت لكم، وقلت لكم لما قالها؟ لأنه يخشى الله قهرا عنه، لا لأنه فعلا يعني يخشى الله بشكل دائم من أجل لا يشكل هذه الآية على الناس. ولا خاف الله ليش بعصي؟ كلنا نقول نخشى الله، لكن في الحقيقة قد نعصي الله تعالى، مو لأننا لا نخشى، ولكن الشيطان يغلبنا، هو تغلبه نفسه فيخشى الله حينا ولا يخشاه في كثير من الأحيان. طيب، قال: أعمد من رجل قتلتموه؟ لمن الدائرة اليوم؟ الآن سؤال أبي جهل لعبد الله بن مسعود، يعني الغلبة الانتصار لمن؟ قال: لله ورسوله يا عدو الله. فقال أبو جهل: لو غير أكار قتلني. الأكار يعني الزارع الفلاح. قال: ماذا يقصد أبو جهل؟ الشابان اللذان قتلاه ممن هما؟ من الأنصار، والأنصار مشهورون بالزراعة، فكأنه شلون في عصرنا المتكبر يقول لك هذا الفلاح هيك حكى علي؟ ايوه، في لحظة خروج روحه عبقول لو غير أكار قتلني، لو كان قتلني واحد أحسن من فلاح كان أحسن أشرف. على الشرك وعلى أشنع الميتات، ثم هو لا يفكر إلا بالذي قتله، هل هو فلاح أم متطور مدني؟ أعوذ بالله من غضب الله من مثل هذا، أعوذ بالله من سوء الخاتمة. يا أيها الناس، لماذا ندعو كثيرا فنقول حسن الختام؟ سوء الختام شيء خبيث عجيب مؤلم، مؤلم جدا والعياذ بالله تعالى. في هذه اللحظات يفكر في المراتب الدنيوية، لو أتني واحد أعز شوي كان أحسن لي يعني، لو غير الأكار قتلني. ثم نظر إلى مسعود، إلى ابن مسعود، فختم أيضا بكلام شنيع، قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. أنت طلعت على صدري تقتلني يا رويعي الغنم، مو راعي، ريت أنت راعي، أنت أقل رويعي، أنت أصغر شوي. هذه النفس الأمارة بالسوء يا أيها الأحبة مملوءة في مجتمعاتنا، أناس وصل استكبارهم إلى أعلى رؤوسهم، الكبر يخرج منهم مع نفسهم والعياذ بالله تعالى، لا يرون الناس بأعينهم أبدا. لذلك لو آذوا، لو سرقوا، لو نهبوا، لو قتلوا، لو زنوا، لسفكوا دما، لا يهتمون بذلك. لماذا؟ لأن الناس عندهم لا يساوون شيئا، هم أعلى من الناس جميعا. لذلك هذا الظلم الذي نراه صباح مساء فينا نحن المسلمين فضلا عن أعدائنا، من أهم أسبابه الاستكبار، متكبر لشايف حاله، اللي لا يأبح للناس إن عاشوا أو ماتوا، إن أحسن لهم أو أساء إليهم، من لا يهتم، لا يقيم وزنا للبشر والعياذ بالله. ففي قصة مقتل هذا الخبيث عبرة لنا جميعا، وهو يموت يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. يقتله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويأتي برأسه مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا نبي الله هذا أبو جهل. فقال الله الذي لا إله إلا هو، يعني بالله عليك هذا هو؟ طبعا وجهه بسبب الدم وكذا. الله قال الله الذي لا إله إلا هو، فكرر عليه 3 مرات. فلما قالها له قال أرني إياه، فقام معه رسول الله حتى أراه جسده، أيضا رأسه معه أراه جسده، فلما رآه مقتولا سجد رسول الله لله شكرا. وفي رواية البيهقي صلى ركعتين شكرا لله، ثم قال هذا فرعون هذه الأمة. أبو جهل هذا فرعون هذه الأمة. لما؟ أعظم صفات فرعون هي الاستكبار الذي ذكرته لكم آنفا، الاستكبار وأوصله إلى أن يقول والعياذ بالله ما علمت لكم من إله غيري، الاستكبار أوصله إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى. لذلك وصف أبو جهل بصفة فرعون، هذا فرعون هذه الأمة. كان مقتل أبي جهل ذا أثر في نفوس المشركين، كان ممن وقع أيضا في نفس خاتمة أبي جهل صنوه في الكفر والضلال أمية بن خلف الذي كان يعذب بلالا. يقول عبد الرحمن بن عوف أيضا رضي الله عنه الذي ذكرنا عنه القصة السالفة، يقول بين أنا في آخر بدر وكانت معي أدراع قد أخذتها من المشركين، إذ سمعت صوتا يناديني يا عبد الرحمن، فنظرت فإذا أمية بن خلف. أمية بن خلف كان صديقا لعبد الرحمن بن عوف في الجاهلية، كلاهما كان تاجرا، فكان بينهما معرفة من قديم. يا عبد الرحمن، فقلت ما تريد؟ قال تعال إلي. الرجل يعرف أنه انتهى كل شيء بالنسبة له، أمية بن خلف. أما تريد أن تأسرني؟ قال في حدا مسك حاله، انتهى الرجل ما عاد عنده شيء. قال أما تريد أن تأسرني؟ أما لك حاجة في اللبن؟ أما لكم يا مسلمون حاجة في اللبن؟ قال أي لبن؟ يعني إذا أسرتموني أدفع لكم جمالا كثيرة تحلبون منها لبنا وتأخذونها وتطلقون سراحي. أما لكم حاجة في اللبن؟ ضع أدراعك عنك وتعال إلي، خذني. يريد أن يؤمن على نفسه وراء ما جرى بأبي جهل. قال فأخذته، فبينما أنا أسوقه وضعت أدراعي وأخذته، وكان معه ابنه علي بن أمية بن خلف. قال فإذا ببلال رضي الله عنه يراه من بعيد، فلما رآه نادى بأعلى صوته رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. ذاك الذي كان يعذبه وقد أمكنه الله منه، رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. ثم نادى يا عباد الله رأس الكفر أمية. فاجتمع مع بلال جماعة من الصحابة، فقلت يا بلال، عبد الرحمن، قلت يا بلال هو أسيري؟ فقال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فقال لي أمية يا عبد الرحمن، فقلت انزل أرضا، فنزل أرضا، فوضعت نفسي عليه، حط حاله عليه من أجل أن يحميه، وطلب منه أن يأسره. فينادي بلال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، والمسلمون يسمعون كلام بلال فيقتربون من أمية بن خلف، فضربوا ابنه فقتلوا، ثم تحايلوا على عبد الرحمن حتى طعنوا أمية بن خلف ابن خلف من تحت جسد عبد الرحمن، فأصابوا عبد الرحمن بجرح وضربوا أمية بن خلف فقتلوا. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رحم الله بلالا، ضاعت أدراعي وفجعني بأسيري. التنتين طيرون عليه. طبعا هو يقولها على سبيل الدعابة رضي الله عنه، وإلا فمثل هذا يستحق. قال طيب هذا أسير، بعض الناس يتساءل كيف قتلوا، لم ينزل حكم الأسرى بعد. هذه واحدة. الثانية، الأسير شرعا
يحق للمسلمين أن يقتلوه أيضا. قال هيك؟ نعم. قال الله تعالى: ما كان في هذه الحوادث وأمثالها ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال شو الإسخان؟ يعني يقتل الكفار قتلا ذريعا. ما تسرون؟ بحرون أعداء الله إذا وصلوا لهذه الدرجة من الحقد عليكم لا تأسروا أحدا، اقتلوه. فإذا حتى لما نزلت الآية، طبعا الآية نزلت بعد هذه الحوادث، حتى لما نزلت الآية أباحت إذا كان المسلمون الضعفاء والمشركون في حالة قوة أن نقتل الأسرى حتى يشعر المشركون أننا أقوياء لسنا ضعفاء. ديروا بالكم، نحن أنتم أقوى مننا سلاحا، ورغم ذلك نحن لا نعطيكم، لا نريد مالكم، سنقاتلكم حتى الرمق الأخير. تمام. فإذا فهمنا شيئا حتى لا يعترض معترض على شأن قصة بلال رضي الله عنه. هذان قتلا وهما من رؤوس المشركين. ثم نادى مناد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناسا قد، هنا المعركة بدأت تخف كثيرا والمشركون ينسحبون ويتراجعون. ينادي المنادي إن أناسا من قريش قد خرجوا مكرهين فلا تقتلوهم غصبا عنهم، قد خرجوا مكرهين فلا تقتلوهم. فإن رأى أحدكم أبا البختري بن هشام فلا يقتل، وإن رأى أحدكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتل. بارحة تذكرون أنه أسر. رجل من الصحابة يسمع هذا الكلام، أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، أبوه اللي كان أول شخص قتل في المعركة، الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة، أبو حذيفة مسلم وابنه هذا، عفوا نعم، أبو حذيفة هذا الشاب مسلم، أبوه من رؤساء الكفار. يسمع الابن هذا الكلام، أبوه البارحة قلت لكم كان عنده شيء من حكمة، كان الابن يرجو لأبيه أن يعي لنفسه فيدخل في الإسلام. لما سمع هذا الكلام وأبوه قتل في بداية المعركة تألم، قال: أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك العباس؟ لئن رأيت العباس لألجمنه بالسيف. ويصل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نبي الله، كان بجانبه عمر: يا عمر، أيضرب وجه عمي رسول الله بالسيف؟ هكذا يفعل؟ عمر يقول: قال لي يا أبا حفص، أيضرب وجه عمي رسول الله بالسيف؟ يقول عمر: وكانت أول مرة يكنيني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: يا أبا حفص، بدال يا عمر، سر عمر سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كناه، أعطاه كنيته. فقلت: يا نبي الله، إذا دعني فلأضرب عنقه فإنه منافق. إذا يرد كلامك هذا منافق. فقال: دعه، اتركه. أبو حذيفة يرجع إلى نفسي، أنا أرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حدثتكم ما الذي جرى، أبوه قتل كافرا وهو يتأمل أن يدخل في الإسلام ولكن مات على الكفر، تأثر، قال: أبوي قتلتموه وهذا الرجل لا نقتله، سنقتله، ما الفارق بينهما؟ أحس بخطئه. يقول أبو حذيفة: فوالله ما إن قلتها حتى علمت أني أذنبت ذنبا شديدا، فقلت: والله لا يكفر عني هذا الذنب إلا الشهادة في سبيل الله. هيك كلام طلع معي، أنا ما بكفر بيوم الأيام إلا أن أموت شهيدا. قالوا: فقتل شهيدا فيما بعد في معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب، يعني ضد مسيلمة مو معه، معه في الحرب يعني. قال: فجيء لأبي البختري هذا الذي قال لهم لا تقتلوا، وجده رجل من المسلمين فقال له: يا أبا البختري، إن رسول الله قد نهانا عن قتلك. أبو البختري هذا ما شأنه؟ لماذا نهي عن قتله؟ هذا الرجل كان مشركا لكن كان في قلبه خير تجاه المسلمين،
مرة أبو جهل آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو البختري قال: آذاك يا محمد؟ أشار إليه رسول الله: نعم. فجاء حتى صفع أبا جهل أمام الناس جميعا، مثل ما فعل سيدنا حمزة في يوم من الأيام، آذى أبو البختري وهو كافر لم يسلم. كان أحد الناس الذين شاركوا في فك الحصار في شعب أبي طالب الذي دام 3 سنوات، هذا الرجل وهو مشرك أيضا، لذلك كان في قلبه خير تجاه المسلمين، فقال له رسول الله: لا تقتلوه، لا أحد يقتلوه، يرحمكم الله يا أخي عطس. نعم، فقال: لا تقتلوه. وجده رجل من المسلمين، قال: رسول الله قد نهانا عن قتلك. كان معه صديق مشرك معه، قال: وصديقي هذا؟ قال: لم ينهنا عن قتلي. قال: لا، إما نعيش سوية أو نموت سوية، فقتلا على الكفر. سبحان الله. وأما العباس رضي الله عنه فقد أسر كما أشرت لكم البارحة. من أسره تذكرون؟ ذكروني، نسيته. من أسره؟ الملائكة. رجل من الملائكة، بارك الله فيك. البارحة تكلمنا عن نزول الملائكة، لعلكم الآن تستذكرون الفكرة. أسره رجل من الملائكة، وظن هذا صحابي أنه هو أسره، فقال له رسول الله: لا، فقد أيدك الله بملك من السماء الثالثة، بملك كريم، هو الذي أسر العباس. نعم. كان ممن شارك في المعركة من الصحابة شاب فتي لا يتجاوز 20، يدعى حارثة بن سراقة بن الحارث من الأنصار. استشهد هذا الشاب. جاءت أمه في أواخر المعركة فاقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، بلغك أن ولدي حارثة قد استشهد معك، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن يكن في النار ترى ما أصنع. قال: إيش تساوي؟ ده تولول. ليش الولولة حرام؟ لم تكن حراما في ذلك الوقت. أعيد، نحن نتكلم عن السيرة المدرجة، أحكام الشرع ما نزلت كلها في لحظة واحدة. في ذلك الوقت الصياح والعويل وما إلى ذلك لم يكن حراما. فإن يكن في النار ترى ما أصنع. تقصيح عليه كثير، ابني شاب مات وراع جهنم والعياذ بالله تعالى. فقال لها: يا أم حارثة، هذه المرأة اسمها الربيع بنت النضر رضي الله عنها، وهي عمة أنس بن مالك. فقال: يا أم حارثة، أو قبلتي؟ نحن الآن بلهجتنا العامية نستعمل قبلتي للجنون، وبعض العلماء أو بعض من هو بزي العلماء ولا يراجع الكتب إلا نادرا بيقول لك بروي هالحادثة، بقول لها: أو قبلتي يعني أنت مجنونة، يفسرها هكذا، وليس قبلتي عند العرب بمعنى الجنون، وإنما هو بلهجتنا العامية. قال لك: إيش قبلتي؟ قبلتي ثكلتي، يعني فقدت ولدك. يسألها: فقدت ولدك؟ مات ابنك ليش؟ هذا هو المعنى. أو قبلتي؟ أشارت إليه، نعم ابن ولدي استشهد. فقال: يا أم حارثة، ويحك، أو قبلتي؟ إن ابنك ليس في جنة، إنه في جنان، وقد أصاب الفردوس الأعلى. فرجعت المرأة صابرة راضية حامدة شاكرة ربها. وأما باقي الصحابة أيضا رضي الله عنهم فقد عرض لهم أثناء المعركة عوارض عجيبة، منها أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الصحابي الجليل المبشر بالجنة كان واقفا في المعركة، فعرض له أبوه الجراح، فتنحى أبو عبيدة يمينا فجاءه أبوه من جانبه، فتنحى شمالا فجاءه أبوه، فابتعد عنه فقابله أبوه. الأب كافر والابن مسلم، يريد الأب قتال ابنه، فلما لم يجد مهربا من أبيه قاتله فقتله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقاتل، فإذا به يرى خاله العاص ابن هشام، غير والد عمرو بن العاص، نعم، فيرى خاله العاص ابن هشام فيقاتله فيقتله.
أبو بكر الصديق وهو في المعركة يرى أمامه ابنه عبد الرحمن، قال كافر؟ طبعا كان كافرا ثم أسلم فيما بعد. يرى ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن الآن عكس ما صنع أبو عبيدة، الآن الابن هو يتعرض للأب. يأتي الابن فيريد أبو بكر أن يهاجم ابنه ليقتله، فيقول له رسول الله متعنا بنفسك يا أبا بكر تركه، الله يريد أن يدخل الإسلام هذا الإنسان، متعنا بنفسك يا أبا بكر، فيتركه. فيناديه أبو بكر أين مالي يا خبيث، مصراتي اللي عفتها في مكة أبقى شيئا من مال. قال لم يبق إلا شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيم، والعياذ بالله كان كافرا. فقال له انت شايب وما بتفهم شيء، روحت لنا المال الساعة تطلب مالك، مالك شيء بالعام. مصعب بن عمير رضي الله عنه يقابل في المعركة أخاه، فيلتفت يمينا ويسارا فيتوجه إليه أخوه فيقتله مصعب بن عمير، أخوه كان كافرا. وينزل الله تعالى من فوق سبع سماوات، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، حاد عادة، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، في من نزلت إذن؟ في والد أبي عبيدة بن الجراح، لأن أبا عبيدة قتله، أو أبناءهم، في من نزلت؟ تمام، من أجل أن تذكروا هذه الآية، أو أبناءهم، أو إخوانهم، في من نزلت؟ مصعب بن عمير، أو عشيرتهم، في من نزلت؟ في بقية الصحابة. عمر رضي الله عنه قتل خاله، حمزة قتل بعض أقاربه، علي رضي الله عنه قتل بعض أقاربه أيضا. قال أو عشيرتهم، من لا يود من عاد الله ما شأنهم؟ قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أخوي بس والعياذ بالله يتجرأ على الله وعلى القرآن وعلى الرسول، هذا ليس بأخي لك. صديقي بس يتجرأ على الدين والقرآن والحديث، هذا ليس صديقا لي. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم أو عشيرتهم، من يفعل ذلك أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى تتمة الآيات. وحدثت في المعركة حوادث عجيبة أيضا سنأتي على بيانها إن شاء الله. اللهم ارزقنا إيمانا ثابتا لا يتزعزع يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.